طبعا إلى جانب عملي في المجال الهندسة المعمارية، عملي في المنتجات الخشبية كان هواية عندي في مراحل الدراسة وما قبل الجامعة، فطورته ونميته بعد مرحلة التخرج إلى جانب عملي في الهندسة المعمارية، على أساس أنه أحيط بجوانب مختلفة، ولقيت أنه في عندي إمكانية في هذا المجال، فسعيت لتطويره على أساس يزود قدراتي وأعمالي اليومية. عندنا بننتج المنتجات بنستخدمها في حياتنا اليومية، من أدوات منزلية، أدوات مكتبية، منتجات ترويجية للمطابع والشركات، ألعاب للأطفال، نماذج للمشاريع. نعمل كمان بنقدم خدمات التصميم وخدمات الصيانة لمختلف المنتجات اليومية. الخشب هو يعني مادة جميلة جدا في العمل، يعني بنتميز فيها بعملنا بالأخشاب الطبيعية، فكل قطعة بتكون مميزة بذاتها عن الأخرى. والخشب كمان يعني مادة سهل التعامل معها، بتعطينا أشكال متنوعة على حسب الحاجة التصميمية إلها. لا، الإقبال رائع الصراحة، يعني في ناس بتحب منتجاتنا وبتفضلها، واللي بياخد منا مرة وبيرجع ياخد مرة والتانية. كمان بنتعامل مع ناس أخذوا منا لخارج غزة، يعني كانوا بيوصوا الزباين يجوا يجيبوا لهم قطع من عنا عشان يوصلوها لهم للخارج. كمان تعاملنا مع محلات تجارية يعني لتوزيع أعمالنا. هي الموهبة تم تطويرها من خلال الدراسة في الجامعة، ومع معرفة أساسيات التصميم والتحليلات الهندسية للأشكال. كذلك أيضا العمل هذا أيضا زاد من مهاراتي في مجال الهندسة وتصميم المباني. نعمل أي حاجة بيطلبها منا الجمهور، عندنا المقدرة إنه نعملها حتى لو كانت شغلة مش دارجة، والحمد لله بنضيف تصاميمنا ولمساتنا على الأشياء الموجودة، فإحنا ما بنعمل تقليد أبدا لأي شيء موجود، أعمالنا كلها من تصميمنا ومن حساباتنا بالكامل. كذلك عندنا منتجات تراثية قمنا بإعادة إحيائها في أشياء أنتجت في قطاع غزة لأول مرة في التاريخ، يعني تنتج هنا في غزة، لأنه الناس كانوا متعودين عليها زي قوالب المعمول، كان يتم استيرادها من الأردن ومن الضفة الغربية. كذلك أدوات مختلفة من أدوات المطبخ وأدوات الهدايا أيضا يتم إنتاجها عندنا هنا حصريا فقط في ورشتنا. إحنا بنطمح إن شاء الله إنه نطور عملنا ونكبر ونصير مشروع كبير على مستوى الوطن، ويكون عندنا القدرة على إنتاج جميع المنتجات الخشبية والمعدنية والبلاستيكية اللي تكفي احتياجاتنا المحلية، ونكون قادرين على التصدير للأسواق العالمية. هناك حط على الضغط.